لا كل شهر. حمص المحاصرة. يعطيك العافية خالتي. الله يعافيك. خالتي، هل أنت شو تتوقعين من المعارضة ومن مؤتمر جنيف؟ نحن طالبين من الله المعارضة تفتح لنا طريق، طالع نحن أولادنا. نحن ما بدنا إغاثات، لا بدنا أكل ولا بدنا شرب. نحن بدنا نطلع نحن وهالشباب. كل شي مع أولاد تطلع هي أولادها. إنه يطالع النسوان والأطفال، نحن ما بندشر أولادنا ونطلع. لا بنطلع نحن وياهم، لا ما بنطلع. وهذا اللي متوقعينه من رب العالمين ومن جنيف، يطالعونا يا أخي نحن وهالشباب نطلع. نحن لحالنا ما رح نطلع. لا نحن وهالولاد، لا ما بنطلع إلا الله. نحن صبرنا معاهم بالجوع وبالقل وبالكل قاعدين مشان نطلع نحن وليداتنا. بس عم يقولوا نظام الاسد انه داخل حمص المحاصره انه كلياتنا ارهابيين، يعني هل انت ارهابيه؟ والله ما ارهابيين يا اخي. الله وكيلك، طلعنا من دورنا قعدنا هون، لا شلنا بارود ولا شلنا سلاح ولا قتلنا حدي. الله وكيل، لا لنا ارهابيين ولا لنا شيء. الله قدر علينا، اجينا لهون وتحاصرنا. يعني اللي بيكون هون بيكون ارهابي؟ ما لنا ارهابيين الحمد لله، ولا لنا بالثوره ولا لنا شيء. نحن شو لنا؟ ما لنا ارهابيين. الله وكيلك ما لنا ارهابيين. نحن خلقت الله بنا هذا ارهابي؟ هذا ارهابي؟ هذا لا بشيل السلاح، هذا اللي من بدلو مثل اكل ما في ولا هذيك الثانيه عم تقول مم ما في شيء. ما في اطفالنا ماتت الجوع. هذا على اساس انه بدهم يدخلوكم اغاثات؟ ما بدنا يا اخي اغاثات، بس يفتحوا لنا طريق ويطالعونا. ليك امبارح نام بلا عشرة. ما بدنا اغاثات، اولادنا كلهم مرضى، بدنا نطلع من هون نحن وهالولاد. عم ياكلوا الفيف شو بدنا ناكل؟ نعمل بالاكل؟ ما بدنا اكيد. يعني ما انك بتامني شيء لا من المعارضه ولا من مؤتمر جنيف؟ لا، بس يفتحوا لنا يطالعونا نحن اولادنا.